اتحقرت يا ولدي بزب لحرقوني وشووني في ولدي وهو اللي هزني وهو اللي هو دراعي وهو كل شيء. فينا الحال والدي ضاعوا فيه، خاصنا يبان لنا الحق ديالنا. ولدي انا راه غطيته دفنته، هو اللي عدي وهو اللي نافرني وهو اللي تيسكر عليا. ولدي عبد المولى عدو 26 عام، أخرج قعد معايا قدام الباب، هز اللاطة ديال الحليب دارها قدامه، قال لك أمي أنا غادي بسلامة. قلت لي سيري وليدي شقاو جرى رمضان هذا، جي باش غادي تفطري. الدري مشى معلانا، أنا بقيت ساهية ما في راسي ما في علمي، لا مدا حسا لا هادي لا هاديك. تجا العياط لبوه أمشابوه، عقب جاوني أنا يزدي وقال لك ولدك راه ضربوا ولاد سعيد راه مات ولا ما مقصح ولا العلم. انا حتى وليدي انا كل مسطيه دا نجدب ودا نخبط في جنابي وما مخليش على قهرتي، جنتي بي خلطني عليهم. اداني الا اربعه شطم داو البني ملال، انا دوكا هي هما خمسه، الاولاد ثلاثه واحد شادينو وجوج راهم تيتعزروا تيقتلوا فيا بالغدايد، تيقتلوا فيا بالغدايد تيتعزروا عليا. ولدي انا راه غطيته دفنته، هو اللي عدي وهو اللي نافرني هو اللي تيسكر عليا. وزرت نطلق من جلاله الملك يدير لي حظي ووقف لي حقي مع ولدي، وسعادات المخزن توقف لي مع ولدي. رانا تنحنت نمشي ما عندي غيروش، عندي واحد راه مريض بالسكر، عنده ثلاثه تاع الناس كل مره تنهز الحكومه. ضعت في ولدي بزاف، تحقرت في ولدي بزاف بلا قياس. حرقوني وشووني في ولدي وهو اللي هزني وهو اللي هو دراعي وهو كل شيء، ما عندي غير والو. دوك باين باتي راه بقاو لي في الخلا، بقاو في الضيعه، انا ما عندي صحه، بغيت نمشي نقابل الباين باش ناكل. الدري مريض ما عنديش من يقابلني، راه حقروني بزاف. جرى قبل الفطور، مش ديال الفطور تاجا الغاود، مشينا من تما تكيل بني ملا، مشينا بقينا فيها حتى نهار اثنين جنا ميت. صافي هادشي اللي كاين، تنطلب بغيت حقي، بغيت يبان لي حقي في ولدي اللي طقت المقتول ومغدور. كنت جاي من العمل ديالي، تميت سطول خويا طايح مليوح كوما، من المومين عليه خمسه تاع الناس، البو الولاد ثلاثه والام وتيك جيراننا قاتلينو وتيكبوا عليه في الماء. قلت لولدي سير زري عيط لعمك، ولدي مشى لعد عمو، انا عاونوني عليه هما، ما انا ما قديتش عليه عاونوني هما، داروا معايا في الطوموبيل. تمي جاي عند عمي عند خويا، تمي جاي عند خويا طرد يا خويا، خطفناه الاربعه للسبيطار تاع المخزن، دخلناه قال لنا سيدي كتعرفوا قيدوا لنا، قالنا بني من السيد خطر، اركب مع اخوه، تبعناه لحقوا دخلوا قال لي سيدي الانعاش. عندهم مشكل معاك، كل ما عندهم مشكل قال ما تعرضوا لي. تعرضوا لي ميقات الفطور سبع الله روب وضربوه وملمومين عليه وتيكبوا عليه في الماء ومضروب الراس وكوما. انا تنعيط لي ما بغا يتكلم لياس ميت، وهزيتو وعاونوني عليه، داروا معايا في الطوموبيل وجبتو عند خويا، وحنا صايمين وخطفنا السبيطار تاع المخزن. بقى فينا الحال والدي ضاعوا فيه، خاصنا يبان لنا الحق ديالنا، سيدنا يبين لنا الحق ديالنا والحكومه، حنا راه ما ضعنا، السيد راه ضاع خويا راه ضاع بولده.